اليوم نتحدث عن أشهر قزم في العالم، العالم الحقيقي والعالم الخيالي كذلك. القزم ارتفع بموهبته ليتخطى قامات وقامات من خبراء فن الأداء التمثيلي في العالم، ليتغلب على إعاقة لازمته منذ ولادته ويهزمها بعد عمل وكفاح طويل استمر لأكثر من 25 عاماً بعد أن ارتبط اسمه بالشخصية الأشهر في المسلسل الأسطوري Game of Thrones، شخصية تريون لانستر. ولد بيتر دينكليج عام 1969 في نيو جيرسي لأب أمريكي ألماني. ولد بيتر مصاباً بمرض الودانة، وهو نوع شائع من القزامة، إذ ولد بحجم رأس طبيعي وأطراف قصيرة يبلغ طوله 135 سنتيمتر فقط. وقد كان القزم الوحيد في عائلته، له أخ أكبر يدعى جوناثان، وخلال طفولته قدم الأخوان دينكلاج عروض دمى موسيقية في حيهما. حصل دينكلاج أول نجاح مسرحي له في مسرحية بعنوان الأرنب المخملية في الصف الخامس مؤديا الدور الرئيسي، وقد سر كثيرا بردود فعل الحاضرين للمسرحية. ومن ثم التحق دينكلاج بمدرسة كاثوليكية للفتيان حيث طور من أدائه التمثيلي هناك. استلهم دينكلاج عزيمته لمتابعة مسيرته المهنية من مسرحية الغرب الحقيقي سنة 1984 للكاتب المسرحي الأمريكي سام شيبرد. وعلى الرغم من ذلك لم يكن سعيدا في سنوات مراهقته التي كانت مليئة بالإحباط والغضب بسبب حالته الصحية والمضايقات التي كان يتعرض لها في مدرسته. تحصل دينكلاج على شهادة الدراسات الدرامية، كما ظهر في العديد من الأعمال قبل التخرج سنة 1991. بعد ذلك انتقل هو وصديقه إيان بيل إلى مدينة نيويورك سعيا لتحقيق حلمه، وهو تأسيس شركة إنتاج مسرحي خاصة به. انتهى الأمر بالفشل بسبب عدم قدرتهما على تسديد إيجار شقتهما، مما اضطرهما إلى الانتقال منها ليبقى مشردا بلا مأوى. وظل ينام فترة على أريكة لدى أحد أصدقائه، وعمل في الكثير من الوظائف ليستطيع الإنفاق على نفسه. فعمل على تنظيف آلات البيانو لمدة 5 شهور، ولكن كان حلمه دائما أن يصبح ممثلا، ودائما كان يتم رفضه بسبب حجمه. كما كان دائما الرفض للأدوار التي تستغل حالته الصحية، فقد كان مؤلما جدا بالنسبة له أن يخسر الكثير والكثير من الفرص بسبب حالته الجسدية التي ليس له دخل فيها، مما اضطره للعمل كموظف في شركة لمعالجة البيانات لمدة 6 سنوات قبل أن يتخلى عن وظيفته ويتفرغ للعمل كممثل بدوام كامل. بدأ مسيرته السينمائية في فيلم العيش في النسيان 1995، وفي العام التالي ظهر في فيلم الجريمة والدراما رصاصة من بطولة مغني الراب توباك شاكور. حتى بعد دوره الذي تلقى استحسانا في فيلم العيش في النسيان، لم يستطع دينكلاج إيجاد أحد ليكون وكيل أعماله، ولكن بعد توصية تحصل على دور في فيلم الكوميدية 13 قمر عام 2002، وكانت بداية سطوعه في عالم السينما مع الفيلم الكوميدي الدرامي عامل المحطة. ومنذ ذلك الحين تمكن من الظهور في العديد من الأعمال الأخرى. في بداية التسعينيات تعرض دينكلاج لإصابة في وجهه، مما سبب له ندبة امتدت من عنقه إلى حواجبه، وكان ذلك خلال تأديته لعرض مسرحي، وكانت الإصابة بسبب تلقيه ضربة ركبة من غير قصد، مما جعله ينزف على المنصة. استمر دينكلاج يصارع من أجل إثبات موهبته، إلى أن جاء تريون لانستر، وهو اسم الشخصية التي أداها في المسلسل الشهير Game of Thrones. ففي عام 2009 أعلنت شبكة HBO التلفزيونية عن حاجتها لوجوه جديدة من أجل المشاركة في مسلسلها الجديد القائم على سلسلة الكتب فائقة النجاح أغنية الجليد والنار. وتقدم دينكلاج من أجل اختبار الأداء، ونال أداءه إعجاب الجميع، مما دفعهم لإعطائه دورا رئيسيا في أحداث المسلسل، وهو القزم تريون لانستر. ولم يكن دينكلاج على دراية بالشخصية، ولذلك كان متحفظا أثناء أول لقاء له مع المنتجين. ولكونه قزما قال أنه لن يلعب شخصية جني أو أي شخصية هزلية، وقال بالنص: لا لحية ولا أحذية مدببة، أريد إنسانا حقيقيا. ليجد بالفعل في شخصية تريون لانستر كل ما يتمناه وأكثر. حقق المسلسل نجاحا هائلا عالميا بكل مواسمه المتتالية على مدى 8 سنوات، وسينتهي المسلسل بموسمه الأخير المقرر عرضه عام 2019،
وقد تلقى دينكلاج مديحا هائلا على أدائه في المسلسل، حيث كتب في صحيفة بوستن جلوب: يقدم دينكلاج أداء ممتازا لشخصية ساحرة وغامضة أخلاقيا مدركة لذاتها، فقد جعل الشخصية الأكثر شهرة من بين كل شخصيات المسلسل الذي يعج بعشرات الأبطال الجذابين، حتى أن مؤلف سلسلة الكتب والعرض التلفزيوني جورج آر آر مارتن المشهور بقتله لأبطال قصته وصله تهديدات بأنه إن قرر قتل تيريون لانستر في أحداث المسلسل فهذه ستكون نهايته. وقد أجمع الكثيرون على أن أداءه أثبت نظرية أن بطل العمل ليس من المشترط أن يكون وسيما أو مفتول العضلات، فأداؤه التمثيلي وإحساسه بجوانب الشخصية جعله الممثل الأفضل لدى الكثيرين من جمهور المسلسل. فاز دينكلاج عن أدائه بجائزة الإيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي لكل من سنة 2011 و2015، وكذلك جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد سنة 2012. ونتيجة لأدائه أعطي لدينكلاج زيادة في الأجر ليصبح هو وأربعة من زملائه في المسلسل من أكثر الممثلين الأعلى أجرا على الشاشة. قدم دينكلاج العديد من الأدوار في أفلام عديدة خلال السنوات الماضية وحقق العديد من النجاحات، ولكن رغم ذلك ما زال أغلب الجمهور يراه تيريون لانستر. سنة 2005 تزوج دينكلاج المخرج المسرحية إيريكا شميدت ورزق منها بابنة. دينكلاج نباتي منذ سن 16 عام، كذلك هو مدافع عن حقوق الحيوان حيث يدعم منظمة مزرعة الملاذ الآمن، كذلك شارك بالظهور في فيديو بعنوان واجه طعامك يدعو فيه لاعتماد نمط غذاء نباتي بناء على أسباب أخلاقية. كان دينكلاج دائما غاضبا وحاقدا حول كونه قزما، لكن مع تقدمه في السن أدرك أنه فقط كان عليه امتلاك حس دعابة ليعلم أنها ليست مشكلته، إنها مشكلتهم هم. فهو دائما يقول: العالم لا يحتاج قزما غاضبا آخر، بل قد يحتاج ممثلا جيدا بالفعل.